تحاربون الله. يا الله. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من التغطية الخاصة بشأن البحريني بعنوان مرحلة جديدة من التحركات الشعبية. ومعي من بيروت أمين عام المؤتمر العام لنصرة شعب البحرين الدكتور عبد الحميد دشتي، ومن لندن الناشط السياسي البحريني محمد مطر، وانضم إلينا من المنامة رئيس شورى جمعية الوفاق السيد جميل كاظم. أرحب بكم مجددا ضيوفي الكرام، أهلا وسهلا بالجميع. دكتور دشتي، أتابع معك من حيث توقفنا قبل الفاصل فيما خص الدعوة التي تقدمتم بها في لاهاي، ويعني الحديث عن الصلاحية الدولية للنظر في كل الجرائم المرتكبة على أرض البحرين. تفضل أستاذي الفاضل. حضرتك والضيوفك الأفاضل، كنا نتكلم بأن هناك لجنة تقصي وهناك حوار. صحيح. أي لجنة تقصي وأي حوار وترسيخ للأمر الواقع على الأرض ومسلسل التجنيس ماضي، استيراد شعب جديد لا يمثل النسيج الاجتماعي البحريني الخليجي بأي شكل من الأشكال، ولا يربطهم لا تاريخ مشترك ولا لغة ولا تاريخ ولا كل هذا، وهو أصل تأسيس منظومة دول مجلس التعاون. الخشية ليست على البحرين فقط، الخشية على دولتي، على الخليج اللي أنا جزء من المنظومة. أنا إذا كان هكذا فلندعو إلى منظومة إنسانية، إلى منظومة إسلامية، إلى منظومة عربية، كلها موجودة المنظومات، لكن هناك خصوصية في منظومة دول مجلس التعاون اليوم جاري تخريبها. ما يرتكب من جرائم اليوم بحق الشعب البحريني وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، اسمحوا لي خلوني أقرأ وحضراتكم تصنفونه وأسقطوا على الوضع في البحرين. جريمة الإبادة الجماعية والتصفية العرقية وفق المادة 6 تعني أي فعل من الأفعال التي ترتكب بقصد إفناء جماعة قومية دينية عرقية إثنية بصفتها هذه كليا أو جزئيا، مثل قتل الأفراد، الحاق ضرر جسدي عقلي، أخضاع أفراد عمدا لأحوال معيشية يقصد منها إهلاكها كليا أو فعليا أو جزئيا، أو فرض تدابير استثنائية بسبب انتماء هذه الجماعة. 2 الجرائم ضد الإنسانية كذلك نفس الشيء، والأصل أن يكون في هناك سياسة ومخطط من الدولة وهو الركن الأساسي في هذه الجرائم. وشوفوها: قتل، إبادة، استرقاق، إبعاد سكان، سجن، تعذيب، اغتصاب، أفعال لا إنسانية، اضطهاد جماعة، وهكذا المادة 8 جرائم الحرب. يا أخواني، احنا أطمن الأستاذ نبيل رجب، احنا مسلمين، وإن كنت أحترم وأقدر بني الإنسان كما قال إمامي علي بن أبي طالب عليه السلام، فالإنسان أما نظير لك في الخلق أو أخا لك في الدين، ومن بات ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. الشعب البحريني ينادي يا للمسلمين، فما بالك إذا كنت إنسان وإذا كنت حقوقي وقانوني. اليوم عهدا على المنظمات والهيئات الغير حكومية 14 و9 محامين دوليين، والتقدير والاحترام للزملاء اللي ايضا سبق ان قدموا دعوة سابقة مثيلة، اخذنا على نفسنا عهد والله لن نتنازل ولن يهدأ لنا بال، وسنلاحق وسنتابع هذه الدعوة امام المحكمة الجنائية الدولية. هذه الدعوة التي قدمت وهذا الإيصال باستلامها تحت رقم 202/11، وبالتالي الآن جاري متابعة هذه الدعوة لعقد جلسة استماع، ثم غير ذلك في لقائنا مع سعادة المدعي العام مورينو أوكامبو اطلع
وما قد يكون صرح فيه من انك انت بحاجة الى مجلس الامن. صحيح. هذا صحيح في حالات معينة، وممكن اذا ما اقتنع من حجم الجرائم، سلمنا ملفات موثقة، جرائم تقشعر لها الابدان، جرائم ابادة، جرائم حرب، جرائم ضد الانسانية. فبالتالي ايضا السلاح المستخدم والدول المصنعة، البحرين عدم توقيعها على الاتفاقية والمصادقة عليها لا يعفيها من المساءلة، ولا يمكن لجرائم المجرم الحرب ومن يدعي وبكل صلافة ودم بارد ويقول ان عدتم عدنا، نوع من التوين قاعدين احنا، احنا في عالم ما احنا بشريعة، ما يحكمنا شريعة غاب، يحكمنا قانون دولي انساني، وهناك محكمة جنائية دولية تحاسب مرتكبي هذه النوعية من الجرائم اللي تليت عليكم. اذا احنا الان امام المحكمة الجنائية الدولية اكثر من دعوة متابعتها، هناك آلية، وللعلم سوف يعقد مؤتمر خلال الايام القادمة لتنسيق المواقف بين الحقوقيين الدوليين من كل العالم لمتابعة هذه الدعاوى وغيرها. بالإضافة إلى أنه قد تم التحرك أيضا من قبلنا أمام لجنة مجلس حقوق الإنسان ومفوضية حقوق الإنسان، وتم مقابلة سعادة رئيسة المجلس الدورية وتم تسليمها ملف، وكذلك المفوضية، وأيضا تم التطرق والحديث عن اللجنة الوطنية اللي الآن شكلها ملك البحرين بأمر من عنده، و12 بند من البنود، وكانت حاصرة في بداية الأمر مدة النظر في الانتهاكات فبراير ومارس، ثم ولله الحمد الآن امتدت، ثم كان يعتقد من أنه ممكن فبركة الأمور، لا، العالم كله صاحي، البحرينيين صاحين، المجني عليهم وهم المتضررين والضحايا صاحين، وهذا شعب موجود في حالة حراك والإخوان موجودين في الساحة، وإحنا هذا دورنا، عهد علينا قطعناه، أطمن الإسلام ونطمن الجميع من أهلنا بالبحرين. لست أنا منفردا، أنا أحدهم وأنا خادم لضحايا ودم الضحايا اللي راح والشهداء وأهلنا في البحرين، لحين أن يتحقق لهم وتتحقق لهم مطالبهم العادلة. سيد جميل كاظم، نرحب بك معنا في هذه الحلقة من المنامة، رئيس جمعية، رئيس شورى جمعية الوفاق، أهلا وسهلا بك في هذه الحلقة. يعني انتهى الحوار، انسحبتم ثم انتهى هذا الحوار، واليوم حديث عن مبادرة جديدة قد تطرح في الأيام المقبلة من قبل ملك البحرين، يعني حوار، تعثر حوار، ثم لجنة تقصي حقائق بغض النظر عن الموقف منها يعني في هذه المرحلة أو في المرحلة اللاحقة، وحديث عن مبادرة جديدة. المشهد السياسي العام لكل ما يجري في البحرين كيف تنظرون إليه؟ السلام عليكم وأرحب بكم وضيفتي الكريمين من لبنان ولندن. المشهد السياسي العام هو بعد انتهاء ما يسمى بالحلقات أو جلسات الحوار الوطني، والتي من المفترض غدا تقدم توصيات والقرارات إلى ملك البلاد وبعدها يكون الحفل الختامي يوم السبت القادم كما كانت الدعوة مقدمة حتى لجمعية الوفاق. طبعا الوفاق باعتبارها الفصيل الأكبر المعارض الذي انسحب من ذلك الحوار فهو غير معني لرفع هذه التوصيات لا من قريب ولا من بعيد، وسبق وإن أعلننا من خلال التجمع الحاشد في ضاحية في ضواحي العاصمة في الجمعة الفائتة بأننا متبرعون أو براء من نتائج ذلك الحوار الذي يكرس واقع التمييز واقع الظلم واقع التهميش السياسي للمكونات الرئيسية خصوصا هو المعارضة. وريبتي وكأنما الوضع في البحرين لدينا على مستوى الحكومة وعلى مستوى المجلسين، نظام المجلسين التشريعي، وكذلك هو موضوع القضاء هو ليس في الأمكان أبدع مما كان. لدينا في البحرين أن نقارن أنفسنا بالديمقراطيات العريقة في فرنسا وأوروبا وأمريكا وغيرها، لهذا الحد يعني هناك قوى وشخوص في النظام
هو غض النظر عن المساق بجوهر المشكلة السياسية والدستورية في البلاد، وهذا لا يحسن النظام ولا القوى الموالية له، ولن يرحمهم التاريخ في الحقيقة. اليوم العالم والحراك الشعبي العالمي والعربي بشكل خاص لا ينتظر هؤلاء، وسمة التغيير وسمة التبديل والتحول السريع المذهل في العالم العربي للحراك السياسي والمطلبي في هذه الدول لن يسعف الحكومات أن تتأخر أو أن لا تستجيب لشعوبها. جميل كابل، مشروع جمعية الوفاق اعتذر لرداءة الصوت من المصدر، شكرا جزيلا لهذه المشاركة، كنت معي من المنامة. أستاذ محمد مطر، يعني فيما خص الدعوات الشعبية للحراك، يعني جمعية الوفاق تحدث في المرحلة المقبلة من شهر رمضان المبارك سيكون هناك مجموعة من التحركات الشعبية مميزة بشكل أو بآخر، أيضا حركة ثوات 14 من فبراير يدعون إلى وقفة واعتصام يوم الجمعة أمام السفارة الأمريكية، يعني سلسلة حق تقرير المصير وصلت إلى رقم 5 ولكن هذه المرة أمام السفارة الأمريكية، إلى ما يؤسس أو إلى ما يؤشر هذا الموقف برأيكم؟ طبعا الموقف يؤكد على أن كل الشعب مختلف أين ينساق وأين يضع نفسه في إحدى قوى المعارضة، يتجهون لذات الاتجاه. ما تراه الوفاق باعتقادي هو نفسه ما يراه الائتلاف.